قالت يصعب، اسمعوا، قالت يصعب بشدة علينا نحن الغربيين أن نفهم أو نتفهم معاملة محمد لليهود في المدينة. ليش طيب؟ قالت لأن الموضوع حساس، يبعث مخازي فاضحة من تاريخنا. طبعاً شوف جميلة هذه السيدة، ما أحلى الإنصاف والعدل. تقول لأننا معقدون، نحن مسكونون بعقدة اليهود، وحق لهم. قالت نحن أقمنا المجازر لليهود 1000 سنة في أوروبا، أرمسترونغ 1000 سنة، واليهود يجزرون ويذبحون هنا. والآن طبعاً يدعون أنهم أنصفوا اليهود وأنهم أعطوهم فوق حقوقهم وخلاص وسمن على عسل. متى هذا؟ في آخر نصف قرن وقبل ذلك. تقول بلغت الكراهية اللاعقلانية للمسيحيين أوجها وأخذت أبشع تعبير لها في الحملة الصليبية العلمانية التي قادها هتلر ضد اليهود. قالت هذا كله عنده أسس دينية، إذا تسميها حملة صليبية علمانية. تاريخ الإسلام خلى من هذا بفضل الله تبارك وتعالى. لم نفعل هذا، ليس لدينا استعداد أن نفعل شيئا من هذا أصلا، لا إزاء اليهود ولا غير اليهود. هذا دين الرحمة، دين التسامح بفضل الله. لكن لا يعرف هذا إلا أمثال هذه السيدة المنصفة، إلا الدارسين المستوعبين الذين يقارنون السياقات والتواريخ والأحداث والمجريات، مش الذين يتنطعون باسم النقد والتحرر أبدا أيها الإخوة. على كل حال هذه استطرادة ربما أوجبها المقام بشكل أو بآخر.